من ضمن الحاجات العظيمة جدا، النهاردة عقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن. الرئيس طبعا رحب بشقيقيه البحريني والأردني، ضيفين عزيزين على مصر. أكيد إحنا من ناحيتنا كشعب متشرفين ومتنورين. أعرب فخامة الرئيس عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع البلدان الثلاثة على كل المستويات، سواء إذا كان المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي. وأكد فخامة الرئيس تطلع مصر لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، وحط تحت دي 3 خطوط أو 10 أو 15. من جانبهم أشاد الضيفين بالروابط الوثيقة اللي بتجمع ما بين البلدان التلاتة، وأكدوا الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بأي شكل أو إلى أي مدى، إلى المدى اللي يعمل تعظيم من استفادة الدول التلاتة من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقة التعاون اللي ما بينهم، فضلا عن كون العلاقات دي بتمثل حجر أساس حقيقي للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وطبعا في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا. طيب المباحثات كانت بتتناول إيه؟ بالتأكيد هي تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة، بس كمان مسارات التعاون الثنائي البناء ما بين الدول الثلاثة، مصر الأردن، مصر البحرين، الأردن والبحرين وهكذا. طيب والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وبالمناسبة هو أغلب القضايا هتلاقيها محل اهتمام مشترك، طبعا ده بالإضافة للتطورات اللي بتحصل على الساحة الإقليمية من جهة والساحة الدولية من جهة أخرى، أيضا التحديات اللي بتواجه المنطقة، مما لا شك فيه، ده مجرد ظن، أنه جزء من هذه التحديات اللي تمت مناقشتها النهاردة هي الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي حاصلة في العالم بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. وخد بالك أنه النهاردة لو خدت، وإحنا كنا بنشوف النشرة مع زميلاتي، حلف شمال الأطلنطي شايف أنه الحرب أو المواجهات العسكرية أو العملية العسكرية الروسية الأوكرانية أو الأوكرانية الروسية سوف تستمر لسنوات. أحيانا الأمد لما يطول بيخلق حالة من حالات النورماليزيشن أو التطبع مع الوضع، وبالتالي يبدأ، خد بالك لما يطول، يبدأ الاقتصاد العالمي يحصل له حالة اتزان باعتبار إيه؟ أصبح هذا وضعا قائما، وبالتالي بتقل الاعتماديات على هذه المنطقة الملتهبة. طيب افترضنا ان المنطقة الملتهبة هنا وفي حالتنا مثلا الاعتمادية عليها مثلا تبقى في اطار واردات او توريدات القمح، يبقى العالم هيبدأ يتوازن ويلاقي حلول مختلفة لمسألة توريد الاقماح مثلا. يعني والله افترضنا انه هذه المنطقة عندها صناعات مغذية متعلقة بصناعة السيارات مثلا، فيبقى العالم يبدأ يشتغل على وضع حل الإشكالية هذه المصانع المتوقفة، ويبدأ يشتغل بشكل مختلف. وعلي ما تتخضش قوي من المسألة بتاعت انه الحرب تبقى لحلف الشمال الأطلنطي، انا ماليش دعوه بالقصة، الأطلنطي نفسه هو اللي بيقولك احتمال او انه هذه الحرب قد تستمر لسنوات. والله خلصت الحرب وقدرنا نوصل لحلول سياسية مش حد يكره، بالعكس توجه مصر الدائم دائما هو الوصول إلى اتفاقات سياسية هادئة سلمية على موائد المفاوضات، ده شيء شديد الأهمية، وده جزء من الثوابت بتاعت مصر. مصر من البلاد اللي ما بتحبش الحروب، بالعكس يعني ما فيش مرة مصر دخلت فيها حرب وهي المعتدية، لم يحدث، العكس دايما صحيح، مصر دائما كانت إن دخلت حرب فبتخشها لأنه الظرف حتى ما ذلك. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية. أهلا بيك يا سيادة المستشار. بكون سعيد مع حضرتك. ده احنا بنبقى اسعد ودايما متشرفين يا دكتور حامد، ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. دكتور حامد، ازاي بتشوف النهارده لقاء القمه الثلاثي ما بين مصر والاردن والبحرين، ولو سمحت لي ما بين قوسين، هل اقدر اخلق تزامن ايضا انه ولي العهد بالمملكه العربيه السعوديه سوف يزور القاهره ثم عمان ثم يذهب الى تركيا، وفي الاخر خالص هيبقى في عندنا القمه الكبرى اللي هتحصل بزياره الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقه؟
يعني انت ربطت الاحداث ببعض يا استاذ يوسف ربط جيد جدا يدل على وعي وادراك كبير انفع يعني حجم المخاطر والتحديات اللي بتواجه المنطقه العربيه واللي بتحتاج موقف قوي عربي موحد، وهو ما يحدث الان. يتم الان بلوره موقف قوي عربي موحد في ظل ان المنطقه العربيه الان اصبحت في قلب اهتمامات الاداره الامريكيه بعدما كانت مهمشه بشكل غير عادي، وكانت هناك اهتمامات اخرى خاصه بالصين وشرق اسيا بشكل كبير والعلاقات الامريكيه الصينيه، ثم جاءت الحرب الروسيه الاوكرانيه لتعيد التوازن مره اخرى الى المنطقه العربيه وتجعلها هدفا ثمينا للدول الكبرى والقوى العظمى من اجل ان يكون هناك استفاده كبيره من امكانيات الدول العربيه لتحقيق الرخاء والاستقرار للنظام الاقليمي القائم بالفعل. كل ذلك يؤكد على ان هذا الزخم العربي يصب في مصلحه المنظومه العربيه بشكل كبير، يصب في مصلحه تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك، وايضا يعني يؤكد على الحرص ووجود اراده سياسيه حقيقيه تحتاج الى تضافر الجهود العربيه لحمايه الامن القومي العربي وايضا ايقاف التدخلات. كل ذلك ايضا لا ننسى البعد السياسي والبعد الاقتصادي، كل ذلك تدشين لتكتل سياسي اقتصادي تجاري امني يدفع به الرئيس السيسي بعدما اعاد الاتزان للمنطقه العربيه واعاد الدور المحوري لمصر، واصبحت مصر رائده كبيره تجمع العرب ويكون هناك رؤيه عربيه موحده في مواجهه هذه التحديات. طيب دكتور حامد، يعني انا اتفق مع حضرتك بالكليه على انه لم تكن مثل هذه القمم الفاعله والمتواتره والمتواليه لتحدث لولا 30/6 وتحركات رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. انا هنا بقى عندي سؤال، القاسي والداني من المهتمين بالسياسه او حتى غير المهتمين كانوا يعلمون جيدا اجنده البيت الابيض المعلنه على لسان بايدن انه قضايا الشرق الاوسط لم تعد في اولوياته، انما لديه قضايا اخرى كبرى كان منها العلاقات الصينيه زي ما حضرتك قلت بالظبط، او التحديات الصينيه على حسب تعبيره. الان يعود الشرق الاوسط الى اولويات الاهتمام في البيت الابيض وجو بايدن تحديدا، انه اللي كان واخد مواقف يعني نقدر نصفها احيانا بشيء من التعنت تجاه الشرق الاوسط وقادة الشرق الأوسط بشكل أكثر تحديدا. هل يأتي جو بايدن لحل أزمة النفط؟ هل يأتي جو بايدن لحل الأزمة الاقتصادية؟ النفط هو أكثر المؤثرات أو أعمق المؤثرات الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي، هو سبب رئيسي وراء ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي. تعتقد أن جو بايدن قد يفلح في خفض أسعار برميل البترول؟ يعني الغرب بشكل كبير يشعر أن هناك أزمة حقيقية ستمر عليه في الأيام القادمة وخاصة في الشتاء القادم. البحث عن مصادر بديلة للطاقة هو على رأس أولويات القمة الخليجية الأمريكية المصرية. ولكن في ظني وتقديري أن هناك وعي كبير من قبل الدول العربية التي لابد أن تنظر إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية وتحقيق النفع العام للمنطقة العربية واستغلال هذه الفرصة الذهبية، خاصة أن مصر تحولت بالفعل إلى مركز إقليمي للطاقة. شهدنا زيارة مهمة للمفوضية رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة ولقاها بفخامة الرئيس السيسي وإشادتها الكبيرة بدور مصر في دعم استقرار المنطقة العربية وأيضا توقيع اتفاقيات الغاز والنفط، وبالإضافة إلى زيارة الرئيس البولندي، كانت قد سبقت هذه الزيارة زيارة الرئيس البولندي إلى القاهرة، وكل هذا بالإضافة إلى يعني جزئيتين لابد أن نشير إليها. الجزئية الأولى كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى الطاقة والذي أكد على أن مصر أصبحت لاعبا محوريا، ومشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرغ في روسيا، وبالتالي مصر منفتحة على كل الأطراف وتريد استقرار الأوضاع
في الحرب الروسية الأوكرانية وتسعى إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية الكبيرة، وهي رؤية لم تأتي من فراغ، ولكن كان هناك وعي وإدراك كبير من الرئيس السيسي لحجم وأبعاد التحديات الإقليمية والدولية التي ستواجه المنطقة العربية على وجه عام والدولة المصرية بوجه خاص، وهو ما فطن إليه من خلال عمل تحالف سابق وهو التحالف المصري القبرصي اليوناني الذي كان نواة لتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، ثم تحولت هذا المنتدى إلى منظمة وأصبحت مصر ذات ثقل سياسي باستقرار أمني قوي وثقل اقتصادي، ترغب كل الدول في أن يكون هناك تحالفا استراتيجيا مع الجمهورية الجديدة وهي الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي. طيب أخيرا دكتور حامد، هل تعتقد أن البيت الأبيض أصبح فاهم أو مستوعب أنه لا جدوى من الضغوط على الشرق الأوسط في شكله الجديد أو في إطار العلاقات اللي نشأت من بعد سنة 2013؟ بالفعل هو هناك عملية استقطاب شديدة للمنطقة العربية، استقطاب من أجل ضم المنطقة العربية لكي تكون طرفا فاعلا في الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن الوعي والإدراك للقيادة السياسية المصرية والقادة العرب من ألا ينغمسوا في هذه الحرب ونأوا بأنفسهم وبالمنطقة العربية عن هذه التداعيات الكارثية هو ما نشاهده الآن، بالإضافة إلى أن هناك جزء مهم جدا لابد أن نشير إليه وهي انعقاد القمة العربية الصينية الأولى التي ستنعقد أواخر هذا العام، وهنا يعني سيكون هناك دور كبير وستنعقد في الرياض في السعودية، وهنا سيكون هناك دور كبير من أجل التواجد الصيني في المنطقة العربية وزيادة حجم التبادل التجاري، وهو ما سيدفع الإدارة الأمريكية إلى أن تعي إلى أهمية الدور المحوري لمنطقة الشرق الأوسط وللدول العربية باعتبارها جزء رصين من حفظ استقرار العالم أجمع، ولا يمكن أبدا إهمال هذا الجزء، وهو ما أدركته متأخرة إدارة بايدن في التعامل مع الملفات العربية. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور حامد فارس، الخبير العلاقات الدولية والمستشار السابق في جامعة الدول العربية.